جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في أحد أسئلتها تقول: صمت 6 من شوال وأنا لم أقض ما علي من رمضان الذي أفطرته نتيجة عذر شرعي، بماذا توجهونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. وماذا على المرأة إذا ما صادفتها تلك الحال؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن قضاء الواجب ألزم وأكد من صيام النافلة، فكان الواجب عليها أنها قضت الواجب الذي في ذمتها من رمضان، ثم بعد ذلك تصوم تطوع. أما وقد حصل منها أنها صامت النافلة ولم تقضي ما عليها، فصيامها صحيح إن شاء الله، ولكن يجب عليها المبادرة بقضاء ما عليها من رمضان. نعم.